اكيد سالي دائما اينما حل الاثار السوريه فهي بتكون صحيح. عم تحمل عبق سوريا وعبق التاريخ والحضاره صحيح سلمى بيقولوا الحيطان هيك الى شيء وخاصه اي شيء مرتبط عنا مو لانه نحن سوريين بس اي شيء بيرتبط بسوريا وبالشام له له غير نكهه يعني انا شفت بلاد كثير دائما الشيء اللي بيتعلق بالشام هيك بتحسي في في, في, في طاقه <applause> طبعا رح نحكي سالي بما انه نحن ضمن فقراتنا عم نتوسع بمواضيع بتخص سرطان الثدي افكار كثيره بنحملها عن مرض سرطان الثدي وخصيصا هذا المرض يلي كثير من السيدات والعديد منهم ما بيبتعدوا عن فكره انه يعملوا كشف مبكر بالعكس بيبعدوا شوي عن هالفكره ودائما بتفكيرهم بيحاولوا يبعدوا عنها وممكن بتشكل شويه هاجس او خوف اي سيده انه تكتشف انه هي بتحمل مرض سرطان الثدي صحيح سلمى مثل ما ذكرتي رح نحكي اليوم عن التوعيه بوجو بوجود هذا المرض وآلية الوقايه النفسيه لانه اغلب العلاج هو نفسي باي مرض اكيد حنتعرف عن العلاج النفسي مع ضيفتنا غاليا البغدادي اخصائيه بعلوم الطاقه، يسعد صباحك يسعد لي صباحك كيفك غاليه؟ تمام مشتاقة لك حبيبتي م. يسعد صباحك غالية. يسعد لي صباحك يعني بدايه باي مرض بينصف في الانسان وخصوصا الامراض اللي هي المزمنه او الامراض الخطيره فبيحكوا عن جانب كثير مهم اللي هو جانب الدعم النفسي تمام قديش ممكن الدعم النفسي او طاقه الانسان او قوته النفسيه بتساعده يتخطى اي مرض مهما كان صعب، هيك رح نحكي اليوم كتير. عن هذا الشيء. اكيد اكيد هلا بتساعده كثير بس بالبدايه حكيتي موضوع هيك كثير عجبني انه نحن بنخاف الروح وانا بالفعل بهالفتره بالذات فتره التوعيه يعني هالفتره هذا الشهر لقيت كثير من السيدات انه لا هن رافضين الفكره تماما انه ما بدي اشغل بالي انا ليش لاشغل لا لا بالي انا ما فيني شيء شي. ماني حاسه بشيء انه انا, أنا أه ما فيني شيء انا ماني حاسه بشيء ليش لاروح لا اكشف مثلا ليش لحتى يطلع معي شيء وانا ينشغل بالي طب <applause> هذا هذا الموضوع كثير خطير على فكره يعني يعني شوفي لوين لو عم ت... على قد ما الناس ال... يعني العامل النفسي بيلعب دور وقت بشوفوا صح. الشخص انه كثير هو تعبان نفسيا وكثير فبتحسي انه هذا الموضوع عم عم يندار عليهم بطريقه أحيح. سلبيه صحيح غاليه يعني كمان انه هيدي الافكار السلبيه خلينا نقول شوي البيت. اللي بتحيط بالسيده يمكن نتيجه هيك مناقشات بينها وبين جارتها انه لا شو بدك بالقصه انه ليش ما تشغل بالها طب ليش لا تعرض حالها يمكن في تجارب كتير عم نشوفها على سيدات صحيح. يعني من وراء هيدا الكلمه صار عندهم شيطاني بيقولوا لك يا ريت نحن رحنا وفحصنا نحن بحاجه لدعم نفسي بحاجه يمكن الدعم النفسي هو الاساس باي شيء خلينا نحكي قديش مهم من خلال لقاءات من خلال اعلامنا يلي عم يقدم هيدا الصوره انه يكون في توعيه وفي ندوات حول هذا الموضوع تماما هلا اعلامنا اكيد ما عم بيأثر كثير يعني هالقصه صارت علنيه وكل الناس يعني انفتحت كثير وصارت يعني التوعية كتير مهمة بس نحنا بدي أنا أفكر بحالي أنا بدي أفكر شو الصح بدي آه يكون عندي الإرشاد الصحيح أنا ما بدي أسمع من جارتي ومن رفيقتي وأخذ منهم أنه خلص أنه هن قالوا لي أنه عم يجعك شيء ما عم يجعك شيء معناته أنت ما معك شيء لا ما له علاقة أصلا هو هذا المرض ما في وجع يعني ما بي ما بيبين إلا لبعدين فنحن ليش لحتى ما نكشفه من البداية ليش لنترك لنصل لقصص بالعكس هلا الدعم النفسي كتير مهم خصوصي إذا كان مثلا حدا راح وفحصوا ولا شيء بسيط بدايته هلا البدايه على طول بتتعالج بطريقه كثير بسيطه يعني ما بدنا نحن نكبر الامور بس نحن المشكله انه هذا المرض بالذات على قد ما بنسمع عنه هو بالفعل انه أي يعني مرض متعب بس على قد ما بنسمع عنه كبرناه براسنا لدرجه انه حتى اسمه ما بنقوله انه بيقولوا هذاك المرض طب ليش نحن <applause> لنفوت حالنا بهالقصه او بهاي المعمعه لا هلا انا بدي اتقبل اي شيء يعني هلا في ناس معهم السكري ناس معهم الضغط ناس <applause> كيف تقبلوا هالامراض وعم بياخذوا الادويه وعم بيتعالجوا ومن بدايتها وهذا نفس الشيء، فنحن بدنا نتقبل اي شيء، هي هي الشغله يعني انا بدي يكون عندي انه ايه خلص صار هيك انا بدي الحل، انا ما بدي انه يي هلا انا ما بدي اخذ الحل الاخير بالموضوع انه انا صار معي هيك معناته انا خلص انه لا سمح الله نهايتي موت او لا ما بصير نحن نفكر نحن بنفكر بالطريقه الايجابيه، يعني انا مثلا لا سمح الله صار هيك، طب انا شو الحل عندي؟ شو شو البديل؟ شو لازم اعمل بطريقه علميه ومدروسه، ما بدي اروح الجا لجارتي والجا لرفيقتي واسمع بقى ويبلش بقى هذا المحيط اللي حوالينا اللي بيحكي معنا بطريقه سلبيه انه يا حرام خلص انت هلا تسطحي انت ما تعملي انت لا انت بتضلي انسانه طبيعيه بتمارسي طقوسك العاديه بتطلعي وبتفوتي وبتحكي وبتضحكي وبلعب رياضه وما بياثر علي شيء بالاضافه اني انا بكمل علاجي اما اني انا اوقف حياتي كلها مجرد كلمه مثلا انه انا في شيء واحتمال يعني في ناس مثلا بيقولوا لك في كتله بسيطه فورا بيروحوا هنا خلاص بتلاقي انه تعبوا وانعزلوا هو بتطلع بالاخير مثلا عند السيدات في كثير بتلاقي حليب مثلا اي تمام يعني فنحن ما بدنا انه كثير نكبر هالقصص براسنا والمحيط بالفعل بيدعمنا يعني محيطنا طبعاً. بيدعمنا بس بده يكون المحيط عن جد عنده وعي بهذا الموضوع طبعا صحيح يعني يمكن غاليا سابقا من سنوات ماضيه كان مرض السرطان بالعموم مو بس مرض سرطان الثدي بشكل هاجس حتى عند بعض العلماء انه كيف ممكن التداوي منه حاليا صرنا عم نشوف حالات كتير ونسب شفاء كبيره وخصوصا بالكشف المبكر لهيك نحن دايما عم نقول هو الخطوه الاولى للعلاج بالجانب النفسي اليوم لانا اقدر فعلا اتملك من نفسي اذا اصبت بسرطان الثدي حاول كون داعمه لنفسي وايضا داعمه لمحيطي في محيط بيكون هش ممكن تكون السيده هي قويه ولكن محيطها هو اللي يكون هش كيف فيني اتعامل مع هذا الموضوع تماما هلا حكيتي كلمه كثير حلوه سلمى انه المحيط والمحيط هو كتير بيلعب دور يعني مثل ما حكيتي كثير بنلاقي سيدات هي قويه ومو فارقه معها بس محيطها هو اللي عم بيحاول يزن تماما هو اللي عم بيحاول يزن براسه, براسة انه لا انه انت مريضه انه لا انت ضعيفه يعني نحاول على طول ننزل من الطاقه عند الشخص هلا نحن هدول الاشخاص على طول بنلاقيهم وين ما كان صدقيني بمرض او بدون مرض في اشخاص هن طاقتهم هيك يعني انت بشوفك مبدعه ونشيطه وعندك لا وجهك اصفر لا مثلا. في, في, في روحي مفحصي لا في يعني في عنا اشخاص هن هيك طبعا سبحان الله بس نحن بدنا نكون كتير اقوياء وصدقيني 90% من الحالات اللي عم تشفى هي عم تكون ضمن الحاله النفسيه يعني علاج النفسي هو عم بيلعب كتير دور كثير قوي لانه هو كثير مهم وبرجع بقول بكل الامراض يعني بكل الامراض الحاله النفسيه هي اللي بتلعب دور هلا اهم شغله انا اول شغله ما بدي اعطي اذني لحدا انا مجرد ما لقيت شخص بلش يحكي معي بطريقه سلبيه انا فورا بوقفه يعني فورا بوقفه انه اذا بتريد انا بعرف شو شو عم يصير معي وانا بعرف كمل شكرا لك هي يمكن وجهه نظرك انا بعرف ما حاول اني اسمع لان انت كل ما ركزتي بالسمع كل ما تركزت الفكره السلبيه بعقلك الباطن وشئتي ام ابيتي بدك تتاثري فيها فانا فورا مصير يعني حتى ان كان مثلا موضوع على التلفزيون او قاعده بمكان او حتى اذا كنتي راكبه بسياره عمومي و عم تسمع حديث. وعم تسمعي فورا انا ما ركز هلأ اهم شيء التركيز انت كل ما ركزتي كل ما تركزت الفكره وكل ما طلعتي بالعين كمان تركزت الفكره فانا فورا بحاول ادير النظر ما ركز كثير ولا حتى بالسمع لو كان هذا الشيء مزعج للشخص الثاني بس كمان انا بالنهايه راحتي هي الاهم تماما هي الاهم يعني انا على طول بدي ادور على راحتي اكيد غاليه كثير من الدراسات اثبتت نسبه شفاء العديد من النساء مو بالجرعات ولا بالأشعة بالدعم النفسي بتكون المرأة, المرأة 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 قوية بتكون المرأة قوية بتكون قدرانة تماسك قدام أطفالها أطفالة قدام أطفال زوجها قدام أهلها بتعيش حياتها طبيعية فعم نشوف نسبة الشفاء عم بتكون عند السيدات ذوات الطاقة الإيجابية أعلى من نسبة الشفاء يلي يعني عندهم شوي سلبية هيك بالتفكير ولو شيء بسيط قديش هذا الشيء مهم أنه تكون السيدة من ذاتها تنطلق من ذاتها تماما هلا هي شغله كثير مهمه وصدقيني احيانا بتلاقي سيدات هن عندهم يعني مرض وتعبانين ورغم كل شيء عم يعطوا الدعم للناس اللي حواليهم عم بيقووا الناس اللي حواليهم يعني بتلاقي الام بتكون مريضه وتعبانه وبتلاقي مثلا ابنها عنده شيء لا ماما انت لازم تكون قوي انت فقديش نحن بنفتخر بهي السيده قديش بنكبر فيها قديش بنقوى فيها بس نحن لازم نكون مع نوقف مع مو نزيد عليها بشغلات سلبيه لا واهم شغله انه نعاملها بطريقه كثير طبيعيه صدقيني سالي الـ 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 الإنسان لما بيكون مرضان أي مرض عادي بيصير كتير نسبة الألم عنده كتير عالية هاي شغلة الشغلة التانية بيصير الإحساس عنده جدا عالي يعني ممكن أنت ما تحكي بس نظرة شفقه او نظره هيك توجع القلب الشخص المريض فنحن <applause> بدنا ننتبه حتى لهي النقطه انا نظرتي كيف تكون انا طريقه حكي الكلمه اللي بدي احكيها كيف تكون يعني انا ما فيني عامله انه مثلا تقولي لي انت انا ما حكيت معه ولا كلمه ولا حسستها لا النظره كثير بتلعب طبعاً. فانا ما بدي احسسهم بالشفقه نهائي لان هنين ما ناس ما ما بدهم يعني ما بدها هذا الامفوت معهم بهذا الدومان مثل ما بيقولوا لا لا نحن بدنا نكون معهم ندعمهم نفسيا انه لا اذا لقيناهم قاعدين عم بيفكروا لا قوموا لنطلع قوموا شيء، امو لنلعب رياضة، امو يعني مارسوا حياتهم بطريقة كتير طبيعية وعلى طول انا باكد كتير على شغلة كثير مهمة التوكيدات اليومية اللي نحن بنقولها على طول، يعني بايامنا العادية بنقولها مثلا انا نهاري حلو، انا سعيدة، انا نشيطة، هي التوكيدات اللي نحن بنقول فنحن على طول نكرر مثلا إذا كان حدا مريض أنا أنا إنه شفيت أنا ما عندي شيء مو بقول لح أشفى، لا، لما أنت بدك تحطي تأجلي أنت ما فتي بالطاقة الصحيحة، أنت بتقولي أنا شفيت، مثلا أنا ناجح، مو يمكن أنجح لا لأنه التوكيدات بدك تاكدي عليها وكانك طيب انت تماما نطفل. بقلب الحدث فهي التوكيدات كتير بتدعمنا وبتعطي دعم حتى لعقلنا الباطن ونحن منعرف شغله على طول بعلم الطاقه انه انت مثل ما بتفكري جسمك بيشتغل على الفكره صح. فانا على طول اعطي لعقلي الباطن ترددات انه انا شفيت انا قوي انا سعيد انا نشيط انا ما عم يجعني شيء حتى لو كنت عم بتالم لا انا ما عم يجعني شيء وعلى طول اقول اني انا ركز بفكره حتى وقف على المرايه وواجه حالي واقول على المراية أنا واقفة أقول إني أنا بقهر الظروف بحياة الظروف ما قهرتني ردد هاي الأفكار أنت مجرد ما هيك أقوى شيء بتكوني مع حالك لما بتوقفي على المراية وقفي غيري شوفي ملاعم هيك زعلانة لا قولي أنا مو أنا غيري فورا طلعي هيك النظره القويه وقولي انا اللي بقهر الظروف والظروف ما بتقهرني وطلعي للحياه، شوفي قديش انت من جوا بتحسي بلش جسمك يشتغل بطريقه ايجابيه. صحيح صحيح ويمكن هالشيء مو بس لمرض السرطان، هذا لا. بالعموم لاي مرض ممكن ينصاب فيه أكيد. الانسان. اكيد لانه بالنهايه هو تجربه وهو اختبار مثل ما بنقول من رب أكيد. العالمين، فانه نحن ننجز هذا الشيء ونتفوق فيه فهذا كمان قوه النا بالحياه. يعني غالية دائما هيك قبل ما نختم حديثنا بأي شق كنا عم نحكي فيه بالطاقة بنقول لك أعطينا شي تنصحينا فيه وخصوصا نحن عم نصبح الناس اليوم شو بتحبي هيك لهم؟ شو بتحبي تصبحي عليهم شو ممكن تعطيهم نصيحة اليوم حبيبة قلبي هلا على طول يكون طريقة تفكيرنا إيجابية بأي شي معنا مو بس بالمرض بأي شي على طول نفكر بطريقة إيجابية وعطول نقول أي شي بيصير معنا بالحياة هو ما سلبي هو درس لنتعلم نعم. منه ما بناخده بطريقة سلبية وعطول طول نردد التوكيدات الإيجابية على طول نقول إني أنا سعيد إنه نشيط نهاري حلو هي أهم شغلة نعم يعني حتى غالية بدنا نقول لكل السيدات مو بس السيدات لكل الأشخاص إنه خليكم محاطين بالاشخاص الايجابيين خلينا نبتعد شوي لو منحبهم بس في اشخاص بنحبهم بس سبحان الله يعني في مقت فخلينا في <applause> <applause> طاقه سلبيه صح طاقه سلبيه خلينا محاطين بالاشخاص الايجابيين خلينا مثل ما قلتي نوقف مع ذاتنا على المرايه احيانا دائما الانسان بس يحط راسه على المخده كمان ممكن يوقف مع ذاته يعطي حاله طاقه وقوه خلينا نقول دائما القوي الحياه بتحبه أكيد. بيقدر يتجاوز الصعوبات نتمنى هيك ان شاء الله كل السيدات استفادوا وما يخافوا من الفحص مثل ما قلتي وخليه دعم النفسي شكرا, شكرا, شكرا لوجودك معنا أكيد. شكرا لك غاليه